أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تنظيم داعش لا يمثل الإسلام ولا يتعدى كونه تنظيما إرهابيا يسعى للمزيد من التطرف. وقال أوباما في كلمة له أمام قمة تعقد في واشنطن لمناقشة سبل مواجهة التطرف والإرهاب، قال إن الدين الإسلامي غير مسؤول عن الإرهاب والمعنى الحقيقي للإسلام هو التسامح، مضيفا أن المجتمعات المسلمة عليها مسؤولية في تحسين صورة الإسلام بين مواطنيها. نحن لسنا في حرب مع الإسلام، نحن في حرب مع أولئك الذين شوهوا الإسلام. وكأولئك الذين هم خارج المجتمع الإسلامي الذين طبعا ينبذون الخطاب الذي يقول بأن الإسلام والغرب متعارضان وأنهما متنازعان وبأن من أشياء من هذا القبيل، أعتقد بأن المجتمع المسلم أيضا لديه مسؤولية. القاعدة وداعش يختارون من المجتمع من بعض النصوص الإسلامية، وهم يعتمدون على تفسيرات خاطئة بأنهم يتحدثون باسم الدين الإسلامي. الإسلام هو يقولون بأنه عنيف، وهم يتحدثون عن نزاع أو عن صراع بين الحضارات. بالطبع الإرهابيون يتحدثون عن أكثر من مليار مسلم ولا يمثلون الإسلام.